تعالوا معنا نتعرف على آخر كواليس مهرجان العالمين من زميلتنا فاطمة خليل اللي هتتكلم عن آخر التفاصيل والأجواء هناك. مساء الخير يا فاطمة. مساء الخير ليلى، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى وبرنامج العالمين في نسخته الثانية. عايزين نتكلم ان في فعاليات كتير جدا مستمرة من اول المهرجان لحد دلوقتي، فعاليات رياضية مستمرة بطول المهرجان وعلى مدار الايام اللي جاية. النهاردة كمان كان في البارا موترز، ورياضة البارا موترز كانت بتحلق في سماء العالمين. وعايزة اقول لك سر ما بيني وبينك كده يا ليلى، ان الايام اللي جاية هستغل وجودي هنا في العالمين ولازم اجرب فعلا رياضة البارا موترز لانها فعلا رياضة مميزة جدا. اليوم النهاردة مليء بالفعاليات الثقافية والفعاليات المهمة. بدأ بمؤتمر صحفي كبير جدا للإعلان عن انطلاق مبادرة شارع الخدمات الصحية بالمنطقة الشاطئية في مهرجان العالمين. دي طبعا للتوعية ولخدمة ولتقديم الخدمة الصحية لكل زائري ورواد مهرجان العالمين. المهرجان أو الفعالية أو المبادرة بتخص كل شيء طبي لكل رواد المهرجان. كانت طبعا طبعا رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكانت طبعا بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة، وكانت بحضور طبعا الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور طبعا دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. فعالية كبيرة جدا ومهمة جدا، هدفها هو المواطن، هدفها التوعية، هدفها تقديم الرعاية الصحية الكاملة لكل زائري المهرجان. مش بس كده يا ليلى، كمان كل الخدمات الطبية هتكون مقدمة بأعلى مستوى، والعربيات الطبية كلها مجهزة على أعلى مستوى، وكل الخدمات كلهم أجمعوا طبعا بعد لقائنا بالأطباء المسؤولين والأطباء المشاركين في المبادرة والمسؤولين طبعا عن المبادرة، كلهم أجمعوا أن كل الخدمات الصحية المقدمة هتكون مقدمة بالمجان. كل أي زائر أي مواطن عنده مشكلة صحية لا قدر الله هيتابع مع الدكاترة الموجودين في طبعا مبادرة الشارع الخدمات الطبية الموجود في المنطقة الشاطئية داخل مهرجان العالمين، وكل هذه الخدمات الصحية بالمجان يا ليلى. فطبعا شيء مهم، شيء حلو جدا قدمته إدارة المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل زائري ورواد المهرجان، لأن فعلا هم قدموا وجبة دسمة من الفعاليات والفعاليات المتنوعة المختلفة ما بين ثقافية ورياضية وفنية وأيضا صحية، بتهتم في المقام الأول الشركة المتحدة بالمواطن المصري وغير المصري، لأن أنا شفت فعلا في المهرجان حضور كبير جدا من المصريين وغير المصريين من الجنسيات المختلفة. فكده ضمننا او اي زائر من الزوار ضمن ان هو هيكون في رعايه صحيه، هيكون في استمتاع، هيكون في بهجه داخل مكان واحد وهو مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. فطبعا مهرجان كبير جدا، اكيد هيكون في زوار كتير، واكيد لازم يكون في رعايه صحيه. في كمان مبادرات وقصور الثقافه كمان بدات اولى فعالياتها النهارده، وبدات مع فرقه اسيوط الشعبيه، وبداوا فعلا منذ قليل في فعاليات اولى عروضهم الفنيه المختلفه. وكنا معانا لقاء طبعا هيكون معاكم بعد شويه في البرنامج، لقاء مع مدير الفرقه، اتكلمنا فيه او اتكلمنا معاه عن حاجات كتير جدا في بتخص الفرقه. عندهم عروض لاول مره بيقدموها في المهرجان، وكان استعدادهم طبعا استعداد قوي جدا علشان يقدموه في المهرجان، مقدمين اكتر من عرض ومهتمين جدا بالفنون الشعبيه والتراثيه اللي بتخدم كل افراد الاسره، وبيهتموا جدا بكل افراد الاسره وكل الاعمار. كمان السيرك القومي كان ليه عرض اول وبدا عروضه الاولى النهارده في مهرجان العالم عالمين، وهتستمر لمده 3 أيام على مدار المهرجان عامه. وعندهم طبعا 6 فقرات بيقدموها. عايزه اقول لك حاجه بخصوص كمان المسرح القومي يا ليلى، المسرح القومي دائما ما بيقدم فقرات مميزه، فقرات كلها ابهار. انا كمان متحيزه جدا للسيرك القومي وفقراته، لانها فعلا فقرات مبهجه، فقرات بنستمتع فيها وكل افراد الاسره المصريه بيستمتعوا فيها. فكان النهارده على مدار اليوم كان في فعاليات كتير
جدا زي ما قلت لك، وانا كمان هكون معاكم على مدار اليوم علشان اتابع معاكم لحظه بلحظه كل فعاليات المهرجان. انا بشكرك يا فاطمه، وبالتاكيد هنتابع معاكي المفاجآت اللي محضرها لنا واللقاءات، وشايفين وراك يمكن في مجموعه من الجماهير او من رواد منطقه العالمين الجديده اللي بيستمتعوا بالجو واكيد بيستمتعوا بالانشطه والفعاليات المختلفه اللي موجوده هناك. انا بشكرك يا فاطمه.